أهلا وسهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو سأقوم بإنشاء متجر إلكتروني على منصة ووردبريس. أنا الآن في الكنترول بانل في الموقع، وهنا ووردبريس. لو نذهب إلى القائمة الرئيسية، هناك كثير من الأدوات والإضافات التي يمكن استخدامها في موقعك. إذا كنت أنت مشترك في أحد مواقع الاستضافة، نحن سنختار الآن منصة ووردبريس. سنختارها من هذا المكان ووردبريس، سنقوم بتنزيلها. Install now. طبعا هنا عندي موقع إخباري اسمه سميرميس.com. طبعا أنا ما أريد أمسح هذا الموقع، راح أضيف مسار آخر راح أسميه شوب باعتبار أنه هذا متجر إلكتروني، وأختار النسخة الأخيرة من ووردبريس. وهنا سأغير اسم السايت نيم، أسميه ماي شوب. ممكن تغيير هذا الاسم لاحقا. هنا سايت ديسكريبشنز راح اسميه my best shop مثلا، يعني على سبيل المثال. وهنا اليوزر نيم راح اسويه admin حتى اتذكره، وساقوم بتغيير الباسورد. اضع باسورد جديد، والايميل راح اسويه انفو. ممكن تستخدم اي ايميل يعجبك. اللغة راح اعملها عربي. هاي اضافات ما لها داعي. هنا اذا تريد تكون، طبعا ممكن هنا تختار اكثر من لغة للموقع او للمتجر. راح اعمل انستال. خل اتاكد بانه يمشي على هذا المسار شوب، ولا يمسح لي الموقع الاخباري. نعمل انستال وابديت، وانا انتظر قليلا. الان قام بانشاء الموقع الجديد لمنصة ووردبريس، وهذا هو المسار مالته، وهذا مسار الدخول إلى الكنترول بانل لووردبريس. إذا أضغط هنا مثلا راح يطلع لي الصفحة الأولى للمتجر. طبعا كما ترون هذا هو الصورة أو القالب الافتراضي، والذي سأقوم بتغييره إلى متجر. إذا نذهب من هنا نرجع إلى هذه الصفحة، نذهب إلى صفحة الإدارة أو صفحة الأدمن. الآن في صفحة الأدمن. أهم شيء طبعا عندي الآن هو تغيير القالب. عندي هنا الرئيسية، مقالات، وسائط، صفحات، تعليقات، المظهر، إضافات، أعضاء، أدوات، الإعدادات، طي القائمة، تصير بهذا الشكل. نرجع في مكانات، نعمل المظهر قوالب. طبعا من هنا يوجد فقط هذين القوالب. راح أضيف قالب جديد. أضف قالب جديد. راح أبحث عن قالب اسمه نيو ستور، وهذا هو القالب الجديد. طبعا هناك قوالب كثيرة، بس هو هذا القالب طبعا أحسنهن. أعمل تنصيب، جاري التنصيب. انتظر قليلا، قم بتفعيله والضغط عليه. هناك طبعا كثير من الإضافات الملازمة أو المصاحبة لهذا القالب يجب أيضا تنزيلها بنفس الوقت. أذهب إلى هنا إلى Install Plugins، وهذه هي الإضافات، حقوم كلها بإضافتها.
تنفيذ الأمر install تطبيق. الآن قام الجهاز بتنزيل كل الإضافات. راح أرجع إلى الصفحة الرئيسية. يجب أن أقوم بتفعيل كل هذه الإضافات. أضغط عليهم كلهم. أشر عليهم. بعدين هنا أعمل Activate تطبيق. طبعاً الآن أصبحت كل الإضافات مفعلة. الآن إذا ذهبت إلى الصفحة الرئيسية بعد ما قمت بإضافة كل الإضافات، أذهب إلى زيارة الموقع، راح يظهر لي الموقع بهذا الشكل. بعد طبعاً ما كامل نرجع إلى الإدارة ونذهب إلى المظهر، ومن هنا نقوم بإمبورت ديمو داتا. أضغط على هذا الخيار حيطلع لي هاي الصفحة. حقوم باستيراد الديمو، والديمو هو متجر إضافي، وهذا الديمو في كل الصور والمعلومات اللي أحتاجها والتي ضرورية للقالب حتى القالب يعمل بشكل صحيح. هذه العملية تستغرق بعض الوقت لأن هناك صور كثيرة. حسناً أصدقائي، الموقع قام باستيراد هذا الديمو. سأقوم باستيراد ديمو ثاني. Go back. سأقوم باستيراد هذا. Import demo. Continue import. Import complete. Theme setting. اختار ديمو ثالث. أو هذا هو الستور أو المتجر. هكذا يبدو شكله. لو أرفع هذه نذهب إلى ماي شوب، زيارة الموقع. هكذا هو الشكل. ممكن طبعا التعديل عليه، تغيير الاسم، تغيير كل هذه المعلومات من رقم تليفون إلى عنوان، تغيير عناوين الانستغرام، الفيسبوك، تغيير البضاعة، تغيير الأسعار، تغيير الصور، تغيير القائمة، تغيير السلايدات، تغيير البانر، تغيير العناوين الرئيسية، كل شيء يمكن تغييره. براندز، العلامات التجارية، تغيير الفوتر، كل شيء سنقوم بتغييره وبما يتناسب مع المتجر الذي نرغب بإنشائه. طبعا أنا الآن ممكن أذهب إلى ماي شوب الرئيسية. أدخل مرة ثانية إلى صفحة الإدارة وأذهب إلى مظهر و import demo data وأختار demo آخر. مثلا إذن هذا ما عملنا له import، أعمل import continue import. بس إذا ندخل إلى الصفحة الرئيسية يطلع لنا هذه الصورة. يتغير الديمو. theme setting، نختار الديمو الرابع. هذه أصبح الموقع أو المتجر هكذا الآن، هذا شكله. عندنا ديمو رابع سنقوم باستيراده. Go back. اللي هو هذا import demo continue import. الآن ديمو الرابع سيتم استيراده بشكل سريع. فقط الديمو الأول يستغرق وقت لأنه الصور كلها تكون جاهزة. visit site، إذا نذهب إلى زيارة الصفحة هكذا تبدو الصفحة الآن. فأنت عندك طبعا أكثر من ديمو وأنت تختار اللي يعجبك.
ليكون الصفحة الأولى في موقعك أو في متجرك الإلكتروني. سنقوم بتغيير كل هذه الأشكال في فيديو آخر حول كيفية إنشاء متجر إلكتروني على ووردبريس. إلى اللقاء.